سعوا وجاف البلاد والدار بإمام معاه دام الخلق والقراء نعم السعى وجاف البلاد والدار بإمام معاه دام الخلق والقراء سامع الدعاء يا معطيا للسول لمن دعا إلى من أحفظ ليا من رازق أضيف طعام الرياء والزور والإدعاء إلى من خلقه القراء نعم السعى وجاب البلاد والدار بإمام معاه إلى من خلقه القارعة إلى من خلقه القرآن أو نريد مع الصادقين في مشرع أو نشرب شراب اللوق المربعة إلى من خلقه القرآن نعم السعى وجاف البلاد والدار بإمام معاه إلى من خلقه متفرعة إلى من خلقه القرآن أحمد رسول الله شارع وباب الجنان أول من يقرع إلى من خلقه القرآن نعم السعى وجاف البلاد والدار بإمام معاه إلى من خلقه القرآن يا الجامعة الجامعة فيك سائر الأسرار متجمعة إلى من خلقه القرآن صقرك خفى البراك اللامع أوزنك لغود من خالقك سامعة إلا من خلقه القرآن المسعى وجاف البلاد والدار بإمام معاه إلا من خلقه القرآن قلبك وعى قلبك وعى الحكمة والأسرار صدرك وعى إلى من خلقه القرآن أو قرينك أسلم لك طاوعا فيما تريد فرضا وتطوعا إلى من خلقه القرآن ثم السعى وجاف البلاد والدار بإمام معاه إلى من خلقه على خاضعة إلى من خلقه القرآن كان يلبس المخصوف ومرقعة كان ضحكه تبسيم قعقعة إلى من خلقه القرآن نعم السعى وجاف البلاد والدار بإمام معاه إلى من خلقه صلوات واسعة إلى من خلقه القرآن ما قال ذو عشرين نعم السعى ما قال ذو عشرين نعم السعى أجاب البلاد والدار بإمام معه إلى من خلقه القرآن نعم السعى وجاب البلاد والدار بإمام معه إلى من خلقه